أرحب بكم مشاهدينا بوضوح. أكو أغنية تقول أنا يا طير ضيعني نصيبي. هذا الشق من كلمات هذه الأغنية ينطبق على الفصائل اللي بدأت تريد تطلع من عن جناح إيران، وشفنا هذا المثل يتجسد بفصائل المرجعية اللي خرجت رسميا عن عباءة الحشد. أما شق الأغنية الثاني اللي يقول صفت لان الهلي ولان الحبيبي، وهذا تماما تقدر تعتبره عن وضع العراق اللي بدأ مضيع المشيتين. لا هو أخذ بنتائج ترامب وتبعات الإدارة السابقة، ولا هو بقى في سلم أولويات بايدن. هاي الأولويات اصطدمت بالطموحات الإيرانية اللي تريد العودة للاتفاق النووي الإيراني عبر بوابة العراق. يا بشلون هاي الواحد يسأل وإحنا نجاوب ونقول له يابا بايدن يريد يعيد ترتيب الصورة، وخاصة أن العراق اليوم ليس العراق الذي دعا إلى تقسيمه إلى ثلاث مناطق شبه مستقلة، وعراق اليوم يعيش واحدة من أسوأ مراحل التاريخية في ظل سيطرة شبه مطلقة لإيران على أغلب مفاصل البلاد عبر وكلائها المحليين، سياسيين، عسكريين، أحزاب، ميليشيات، وبمعنى أدق حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت بكل هذه الجوقة السياسية الحاكمة في عراق اليوم وجدت نفسها في لحظة فارغة خارج كل الحسابات، وحتى هي لا تمتلك أرض ولا نفوذ ولا حتى قدرة على التدخل في أي قرار سياسي. ومو بس هاي، حتى الضغط الاقتصادي الهائل الذي يمارسه ترامب على إيران حولها إلى خيارة التوسع في نفوذها داخل العراق، وخلت أيام الموازنة سودة، وقد تطالب بعض المحافظات العراقية بإقليم إداري حتى تضمن حصتها. أرحب بكم مشاهدينا، أناقش هذا الموضوع مع ضيوف الكرام، كل من الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، ومع الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون، ومع الدكتور إشلي أنصارة عضو الحزب الجمهوري الأمريكي. أرحب بضيوف الكرام، وقبل ما أبدأ بالحوار أحب أذكركم مشاهدين وأدعوكم إلى المشاركة باستطلاع حلقة هذا اليوم. مشاهدين استطلاعنا يقول أنه برأيك هل ستتمكن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن من معالجة أخطاء ترامب في العراق؟ مرة ثانية أرحب بضيوف الكرام، وخلونا نبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية من الأستاذ إشلي أنصارة. سيد إشلي أرحب بك مرة ثانية معنا برنامج بوضوح. هو سؤال المنطقة الذي يسأل اليوم، هل إدارة الرئيس بايدن لها القدرة على معالجة أخطاء ترامب بالعراق والشرق الأوسط أم لا؟ تفضل. أعتقد أنه ناجح جدا في وضع حقائق أمام الشعوب العربية والناس. إنما السؤال هل بايدن سياسته سوف تختلف عن ترامب في منطقة الشرق الأوسط؟ لا يوجد. لا هو السؤال سيد إشلي لو سمحت لي، إذا كنت تسمعني، هو إنه إذا كنت تسمعني سيد إشلي، يعني السؤال أنا اللي أطرحه مو جنابك اللي تصلح لي، يعني جوابك جنابك تجاوب ترد، هل إدارة الرئيس بايدن وبايدن قادرين على معالجة أخطاء ترامب في العراق والشرق الأوسط أم لا؟ تفضل. لا يوجد أخطاء للرئيس ترامب، أنا آسف. لا يوجد. الرئيس بايدن اعترف أكثر من مرة أن القوات الأمريكية تريد أن تخرج من منطقة الشرق الأوسط ما عدا القواعد العسكرية الموجودة حاليا في قطر أو البحرين أو السعودية العربية. العراق بالنسبة للشعب الأمريكي والمواطن والناخب الأمريكي أصبح موضوع لا يهمه على الإطلاق. العراق كان موضوع فاشل وغزو فاشل، والحكومة الأمريكية والرئيس جورج بوش عملوا أخطاء كثيرة بخصوص غزو العراق. أمريكا لم تستفد على الإطلاق من غزو العراق، كانت مؤامرة سخيفة موجودة على إكزوبة عملتها وزارة الدفاع والCIA الأمريكية. لكن سيد إشلي، يعني حتى لو كان المشروع العراقي أو العراق لا يهم المواطن الأمريكي، ووصفت بأنه هذا المشروع هو مشروع فاشل، بالنسبة لكم العراق مشروع، لا العراق بلد ووطن لملايين العراقيين، هو كان ببصمات الفشل الأمريكي الكبرى. يا سيد إشلي أنصار، إذا كان العراق فاشل فهو بمباركة أمريكية.
أنا مش فاهم ماذا تريد أن تقول، ولكن على حسب ما فهمت الشعب العراقي هو الملتزم بحماية وطنه وبحماية بلده وليس العناصر الأجنبية. الشعب العراقي كما ذكرت حضرتك سابقا يمر بأسوأ المراحل التي مر بها بسبب فشل الإدارة الأمريكية والسياسة الأمريكية. نعم، بسبب فشل الإدارة الأمريكية. ده خطأ، ده بسبب فشل العراقيين وليس الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية لم did not manage ولا عملت الادمنستريشن أو الحكومة بتاعت العراق. لا تحمل العبء على الحكومة الأمريكية، ولكن حمل العبء على فشل السياسة الداخلية العراقية. ومن ساعة ما تدخل الدين والمذهب الشيعي أحمل الإدارة الأمريكية سيد إيشلي عندما تتوقف عن التدخل، عندما تتوقف الإدارة الأمريكية عن التدخل بالشأن العراقي. أنا ذاك العزيز خليك واضح وصريح. نعم أنا واضح وصريح. من قبل الولايات المتحدة لأسباب كلنا نعرفها. الموضوع ده داي، هو احنا هنرجع نعيد ونزيد ونقول اللي عملنا ليه وليه؟ القضية اليوم هي ليست الغزو الأمريكي، ولكن القضية اليوم هو القضاء على الحضارة والشعب والقشرة العراقي. هذا هو الذي هو القضية فيه. السياسة الأمريكية الفاشلة بالعراق وبالشرق الأوسط. يا سيد العزيز انت دايما بترجع امراضك كلها الى الفشل الامريكي. امريكا ليس البوليسمن الذي يدور في المنطقة الشرق الاوسط. هذه يعني هي ليست امراض اما انت سيد بتكتب على نفسك او بتكتب على الاوديس. هذه وقائع. انا بقول لك اهو انا مش شعب امريكي وعايش هنا. هذا رأي كل مواطن عراقي يرى بانه الولايات المتحدة الامريكية فشلت بالعراق. يا سيد العزيز الشعب العراقي والحكومة العراقية فشلوا إنه هو يبدو العراق مش الحكومة الأمريكية. طيب ابقى معي سيد إشلي، ابقى معي. طيب واضح الفكرة، دعني أنتقل للشيخ حيدر اللامي. شيخ حيدر اللامي مرة ثانية رحب بك معنا برنامج بوضوح. بوضوح خلينا نسأل عن سر التفاؤل، تفاؤل محور إيران بفوز بايدن، وأنت تعلم أنه السياسة الخارجية الأمريكية لا تتغير بتغير الرؤوس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليك وعلى ضيفك السيد جنابك. أحمد الشريفي الأستاذ المحترم وعلى ضيفك من أمريكا. أولا يعني هذه قد تكون كلمة فيها مخطوئة أنه السياسة الأمريكية لا تتغير، بالعكس السياسة الأمريكية دائما متغيرة. وإذا عدنا إلى جريدة فون بوليس اللي يعني كتبت قبل يومين 3 مقالات أنا اطلعت عليهم بشكل كامل حول سياسة تغيير الرئاسات الأمريكية، إذا بدأنا من كلينتون إلى بوش الإبن إلى أوباما إلى الترامب، ستجد أن هناك متغيرات كبيرة أصبحت في هذا الأمر، وكلنا نعرف المتغيرات اللي تكون عند الديمقراطيين وعند الجمهوريين، كيف تكون سياسات هناك منفعلة وهناك غير منفعلة. وجدنا أن بوش كان ذا طابع عسكري وجاد، رغم أنه من بعده أتى أوباما وكان سياسة الفوضى الخلاقة، ومن بعده عندما أتى ترامب وجدنا أنه يتعامل تعامل تجاري بحت، رغم أنه هناك تعامل عدائي مع الصين والجمهورية الإسلامية، وكيف تعامل في هذه المنطقة تعامل قد يكون أقرب إلى العدائية والتنمر مع العراق والعراقيين، وكيف وجدنا حتى عندما دخل إلى العراق دخل خلسة دون علم الحكومة العراقية ودون علم البرلمان العراقي، دخل إلى قاعدة عين الأسد في رأس السنة، حتى دعا الرئيس الوزراء الأسبق السيد عادل عبد المهدي إلى قاعدة عين الأسد ورفض ذلك السيد عادل عبد المهدي، وكان قرار صائب وموفق. لذلك السياسة الأمريكية متغيرة في هذا القضية. أما بقضايا اللي تتكلم بها قضية الملف النووي، هناك اشتراطات من بايدن لأن كون هذا، طبعا أنا مو كلامي كلام خبراء أمريكا، هذا مو سؤالي على شيخ حيدر اللامي. سؤالي هو سر تفاؤل بعض السياسيين اللي محسوبين على إيران، لا تزعل مني حتى أكون صريح معك. أحسنت بقضية فوز بايدن، يعني نفس هذا كلامي والبرقيات اللي رسلت كلامي نفسه أستاذ محمد، يعني مو منطقية حتى كلامي يعني. نفسه إذا تسمح لي تفضل.
نعم، الجرائد والمجلات والخبراء الأمريكان وضحوا هذا الأمر، أن هناك بعض الدول في المنطقة التي هي ستؤثر على هذا. تعرف إحنا المنطقة متلازمة متماسكة، شيء يؤثر على شيء، أي حركة بشيء يؤخر على الطرف الآخر. فلذلك أول المتضررين أو التي سوف يكون في هذه المنطقة، قد لا تتوقع كلامي أنه وهذا الاختيار، أنه هي لبنان. لبنان سوف تتأثر كثيرا، خاصة وجود الآن تفاوض مع الكيان الإسرائيلي حول العدود، حول الحدود وحول وجود الغاز. هذا الأمر قد يكون بايدن يعقد هذه القضية. الأمر الثاني، إسرائيل، الكيان الإسرائيلي سوف يتأثر تأثر كبير بهذا التغيير، وأقصد بالكيان الإسرائيلي نتنياهو الذي سوف يتأثر هذا التأثر الكبير، كون أنه ترامب دعمه دعم كبير ومتواصل، خاصة بعد أن طوع له الدول الطائعة كالسودان والبحرين والإمارات والسعودية فتحت أجواءها، وهناك أمور اقتصادية فتحها إلى نتنياهو. هذا يعتبر إنجاز عبر الإمارات. إيش لأنصار سمعته قال لك ترامب لم يخطئ لا في العراق ولا في الشرق الأوسط؟ لا عفوا، ترامب الى يعني المدون البيت الامريكي اليوم في واشنطن بوست يقول ترامب كذب 30,000 كذبه الى يعني، والى اليوم وصلت انه بحدود 520,000 كذبه، وصلت هذه 3,000 كذبه، 30,000 كذبه عفوا. هذه الكذبات هي اسست الى وجود اخطاء كبيره. كيف انه اخطا في داخل امريكا عندما قام الشرطي بقتل الرجل الاسمر البشره، وما حدث في امريكا من فوضى كبيره ومن نهب وسلب في كل ميادين امريكا، بعدها قضية الانتخابات وكيف حصل بالمركال المكان. هو يتحدث عن العراق والشرق الأوسط يعني للموضوعية. نعم أنا سأتيك. إذا كان لم يخطئ لا في العراق ولا في الشرق الأوسط، اسمح لي، إذا كان ترامب قد خطأ أخطاء كبرى في أن جعل الديمقراطية التي يتكلمون بها هشة ومنهارة، فكيف ما فعل بالشرق الأوسط؟ أولها عندما قام بقصف مواقع موجودة لقوات عراقية، قام باغتيال قادة كبار، شخص منهم وزير في العراق وشخص آخر ضيف العراق الكبير في مطار مدني في مكان مدني. هناك انتهاك كبير لسيادة العراق في عدة مرات وليس المرة الأولى. كذلك عمل ما عمل في قضايا متعددة في المنطقة، وكيف كان يتعامل مع الآخرين. اليوم ترامب تركة ثقيلة إلى بايدن. أصلا حتى الجرائد والمجلات الجمهورية لم تكتفي من ذم ترامب، وحتى انها مدحت بايدن، وهذه لاول مره تصبح في امريكا يعني انه جرائد الجمهوريين لم تواقع العراقي اعلاميا. المديح العراقي والترحيب بفوز بايدن كان نكايه بترامب؟ لا يكون نكاية بترامب بقدر الضرر الذي سببه بالعراق والمنطقة. ترامب كانت قرارته هوجاء رعناه، تصرفاته كلها هوجاء رعناه. أصلا حتى المستشارين كوشنير وغيره أناس ليس لديهم خبرة وليس لديهم معرفة بالعمل السياسي. كل ما هنالك حتى اللوب الصهيوني الذي كان معتمد عليه في أن يدعمه وتجار اليهود لم يدعموا ترامب، كونهم أرادوا أن يزيحوه وعرفوا أنه سوف يزاح. طيب شيخ حجر اللامي، إذا سمحت لي المرة الثانية أروح بنقطة أهم للدكتور أحمد الشريف الخبير الأمني. دكتور أحمد، أرحب بك معنا برنامج بوضوح. بوضوح خلينا نسأل أنه ليش تزامن تصعيد داعش الإرهابي بقضية مثلا قضية الانفجار باب الشرجي بدءا، بقضية المواجهات مع الحشد الشعبي بنينوى وبصلاح الدين، ليش تزامن هذا التصعيد مع تغير الإدارة الأمريكية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة من حيث التقييم لابد أن نؤكد على مسألة، أن ما يجري الحديث عنه في إطار السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيها في بعض الأحيان تفاصيل ممكن أن نصفها
بالتفاصيل الآنية وقضايا ممكن أن نصفها بالقضايا الاستراتيجية. وإذا تحدثنا عن القضايا الاستراتيجية سنجد أن ما تركه ترامب من حصيلة في سياسته الخارجية المتعلقة بالملف النووي وكذلك صفقة القرن سيلتزم بها بايدن، لأنها تخضع على استراتيجيات بعيدة المدى هي نتاج لما يطلق عليه بالديب ستيت أو الدولة العميقة في الولايات المتحدة، وهذه لا تتأثر بمتغير شخص رئيس الولايات المتحدة بقدر ما هي تخضع كما قلنا لاستراتيجيات بعيدة المدى. في الاتفاق النووي سيجرى تأسيسا على ذلك التعديل، هذا التعديل سبب في عدم العودة إلى الاتفاق النووي بشروطه السابقة هو الانقسام الإقليمي. والانقسام الإقليمي كما وصفته الحكومة المصرية في أيام قالوا أن الإرهاب هو وسيلة ابتزاز في إدارة الصراع إقليميا سواء كان محليا أو دوليا، ولذلك احنا نربط ما جرى من تداعي أمني وهذا اللي مع المتغير الذي حصل واستحقاقات مرحلة بايدن. أكو رابط دكتور؟ فإذن في صفقة القرن أكو رابط؟ أكو رابط بالانفجارات اللي صارت والخروقات الأمنية اللي صارت والمواجهات مع الحشد الشعبي بتغير الإدارة الأمريكية؟ والشق الثاني من سؤالي هو شنو اللي خلى داعش يدخل تغييرات على خططه؟ هنا انتحارين وهناك يواجه، هناك يمسك أرض. نعم، أعتقد أنه احنا في المرحلة القادمة سنشهد أيضا ظهور الإرهاب ليس في العراق فحسب، كنشاط أكثر فاعلية مما كان عليه الحال في وقت ترامب، أنه كما قلنا هو إحدى الوسائل لإدارة الصراع إقليميا، وهناك انقسام إقليمي، وبالمناسبة ليس انقساما إقليميا فحسب بل حتى انقساما دوليا، ما يعنينا ستتشكل ثلاث محاور فاعلة ومؤثرة في مسار الحوار بل في مسار إدارة الصراع في المرحلة القادمة. قطب يقوده المنظومة الخليجية، وقطب يتمثل بإسرائيل ورؤيتها لما يطلق عليه باستراتيجية الردع النووي أو أمن وحصانة الجبهة الداخلية لإسرائيل. طيب. والقطب الثالث هي إيران والتمسك بإعادة إنتاج الاتفاق النووي. ثم بين ذلك ستظهر صفقة القرن. صفقة القرن قضية ملزمة سواء كانت لترامب أو لبايدن، كيف ستتعامل معها المرحلة القادمة وما هي وسائل الفرض للإرادة في الميدان؟ إحدى وسائل فرض الإرادة لإيجاد ضاغط على صانع القرار السياسي وعلى الشعب العراقي هي قضية الإرهاب، ولذلك تزامنت في توقيت واضح جدا أن الفاعل السياسي حاضر بشكل كبير جدا وليس المؤثر الأمني. طيب نعم. خلينا نرجع للسيد إيشلي أنصارة. سيد إيشلي، الشيخ حيدر اللامي إذا سمعته كان يتحدث عن تركة ثقيلة لي بايدن من خلال تركها ترامب، بالتالي كيف ممكن لي بايدن أن يتعامل مع هذه التركة؟ وأنا هنا أقصد وأتحدث عن العراق والشرق الأوسط. تفضل. أعتقد زي ما ذكرت سابقا أن بايدن أدمينستريشن هتمشي في نفس المشوار اللي مشت فيه ترامب أدمينستريشن، لا يوجد تغيير كبير في السياسة. السياسة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية لن تتغير بموضوع أن جيروسلم بيت المقدس هو عاصمة إسرائيل، وأن الجولان هايتس بلونج لإسرائيل مش بلونج تو سوريا، وفي اتفاقية مع روسيا بخصوص سوريا. أعتقد أن العالم العربي الآن يعني بدأ يحصل فيه نوع من الاستقرار، وأن تطبيع العلاقات مع دول الخليج وأيضا بعد كده السعودية وبعد كده المغرب، ده دلالة قاطعة على نجاح ترامب في عمل اتصال رسمي وشعبي ما بين دولة إسرائيل والدول الأخرى الموجودة في المنطقة العربية. أنا أعتقد أن الرئيس ترامب نجاحا كبير. هو الكورونا طبعا هي اللي أثرت. أي نجاح تتكلم عنه؟ أي نجاح تتكلم عنه؟ هذا كلام مغاير للواقع. أنت لا تقتنع فيه وكل الأمريكان لا يقتنعون فيه. يا سيدي لا تقاطعني، هذا كلام بعيد عن الواقعية. أي واقعية؟ أي واقعية اللي تتكلم بها؟
أمريكا اللي أصبحت بعيدة جدا عن الديمقراطية اللي تتكلمون عنها، ترامب الذي رفض أن يسلم الحكم، ترامب أصحابه اللي دخلوا للبيت الأبيض، ما أعرف يعني أي إحنا دا نتكلم طيب للعالم، العالم يسمعنا. طيب حاولوا أن تتصلون بملك. طيب خلينا نرجع للشيخ حيدر أستاذ محمد. شيخ حيدر اللامي، شيخ حيدر اللامي يعني إذا سمحت لي، يعني رغم النفي المتكرر بس أكو تسريبات تقول أنه السيد المالكي كان عنده اتصال بفريق بايدن، مو بايدن هو نفى أن يكون عنده اتصال ببايدن، بس التسريبات تقول أنه السيد المالكي اتصل بفريق بايدن. فضل. أول شيء هذا الكلام يعني ظهر قبل يومين ونفى مكتب السيد المالكي نفي قاطع حول هذا الأمر، لكن السيد المالكي شخصية قيادية له أثر في العراق وله معرفة بالعمل السياسي، فلذلك إذا كان هناك في البداية علاقات واسعة عندما كان رئيسا للوزراء نعم، لكن اليوم لا، هذا نفانا في قاطع السيد المالكي وليس له أثر هذا الأمر. أما بالنسبة إذا تسمح لي أن أكمل ما بدأت في قضية وجود بايدن في الشرق الأوسط وحسب الصحف الأمريكية، هو أعرف بس ليش يعني التسريبات تقول لا أنه سيد المالكي اتصل بفريق بايدن أو أكو اتصال من فريق بايدن بسيد المالكي شيخ حيدر اللامي؟ وهذا شيء المكتب السيد عفوا مكتب السيد المالكي نفى المكتب الإعلامي نفي قاطع يعني هذا الأمر. أي نفى شيخ حيدر اللامي نفى أن يكون اتصال مباشر بين السيد المالكي وبين بايدن، بس ما نفى اتصال فريق بايدن بالسيد المالكي. بعد اللي وصلك أنت تعرفني أنا صريح جدا يعني ومجربني في عدة لقاءات، أنا أقول أجزم لك أنه لا يوجد هناك اتصال إلى الآن. إلى الآن أكو أرضية خصبة نعم. للاتصال شيخ حيدر اللامي؟ شوف القضية مو قضية انه ارضية خصبة او غير ارضية خصبة، الان السيد يعني السيد المالكي وشخصية قيادية له اثر في العمل السياسي العراقي ومؤثر كبير بالعملية السياسية العراق بسياسة العراق، وكذلك الان السيد بايدن لا ينكر. وانا راح ابرهن لك شلون اكو ارضية خصبة للتواصل وللاتصال، بس خليك وياي رجعنا للسيد إشلي أنصاره. سيد إشلي يعني حتى اختيار بايدن لفريق الوزاري لا يبشر خير لكل العراقيين. أنا لم أفهم السؤال، بس أولا لا سؤالي واضح، أنا لا أريد عندما أتحدث معك يا سيدي أن يقاطعني أي شخص. طيب فضل، أنا من حقي أن أنا ألقي برأيي في هذا البرنامج، هو من حقه أيضا أن ينطي رأيه. فاديني فرصة فضل بكل احترام ان انا اخلص الكلام وبعدين اعرضني فضل، انما لا تقاطعني لان دي عملية مش not professional يعني. طيب فضل. ما هو سؤالك؟ سؤالي انه حتى اختيار بايدن لفريق الوزاري ما يبشر خير لكل العراقيين، يعني ايضا اكو قلق من الفريق الوزاري وفريق الحكومي لإدارة بايدن تحديدا من العراق. أي أنا زي ما ذكرت سابقا لا توجد تغيير، أعتقد أن الشعب العراقي هو الذي لابد أن يحدد مصيره بيده ولا يضع مصيره مع إيران أو مع الولايات المتحدة أو أي دول الجوار الموجودة. لكن هذا الفريق، هذا الفريق سيد إشلي البعض يرى أنه غير قادر على معالجة الأزمات التي خلقها ترامب في العراق تحديدا. ماذا تقول؟ أم سوري ماذا قلت؟ أنا قلت أنه هذا الفريق يرى البعض أنه غير قادر على معالجة الأزمات التي خلقها ترامب في العراق. ما هو سؤالك؟ وسؤالي واضح، فريق بايدن غير قادر على معالجة الأزمات التي خلقها ترامب في العراق.
يا سيدي اسمع لي وانصت جيدا ولا يعني تعيد سؤالك أكثر من مرة. طيب الرئيس بايدن والحكومة الأمريكية ليس لهم أي انترست ليش؟ في العراق period. نقطة full stop. نحن نريد أن نخرج من العراق. قوات الأمريكية تريد أن تخرج من العراق. إن التكاليف وجود الجيش الأمريكي والمستشارين الأمريكيين مكلفة ولا يوجد سبب استراتيجي للولايات المتحدة أن هي تكون موجودة في العراق على الإطلاق. لا يوجد سبب واحد فقط. لكن يعني سيد إيش لتصريح قائد القوات الأمريكية عمل خطأ. لكن نحن عشان نتجسس على إيران ونعرف إيران بتعمل إيه ده كلام نونسنس. لا هو قالها ترامب. إن الرئيس قال ترامب بايدن. سيد إيشلي ترامب يعني قالها سابقا مع إيران وسوف يبدأ نوع من النيجوشيشن. لا في حاجة اسمها سيد إيشلي قالها ترامب سابقا ترامب قالها سابقا إنه وجود القوات الأمريكية بالعراق تحديدا قاعدة العين الأسد هي لمراقبة إيران بشكل ما بخصوص النووية المشروع النووي وأيضا الباليستيك ميسلز اللي هي عابرة القارات وفي نفس الوقت العقوبات الاقتصادية الإنسانية سوف تخفف كثيرا من العبء على الشعب الإيراني. أي وجود عسكري للولايات المتحدة في أي منطقة في العالم لابد يكون لها أسباب استراتيجية سياسية ولابد من نجاحه بها. طيب الآن لا توجد أي أسباب سياسية استراتيجية للولايات المتحدة لكي تكون في العراق. طيب خليكوا يا خلينا نروح للدكتور أحمد الشريفي. دكتور أحمد الشريفي تصريح قائد القوات الأمريكية ماكنزي تحديدا حول مكافحة الإرهاب وداعش تصريح وكأنه إجهاض لقرار إجلاء القوات الأمريكية من العراق، كيف تفسر ذلك وشون شفت التصريح دكتور أحمد؟ هو بالحقيقة احنا على اعتاب جولة مفاوضات جديدة وانا لا انفي او اثبت مسألة الاتصال بالسيد المالكي ولكن لماذا يقع الاختيار على السيد المالكي؟ السيد المالكي هو الذي قاد التفاوض عام 2008 وحسم التفاوض مع الأمريكان في مسألة الجلاء عام 2011 وكان على أساسها اتفاقيتين، اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية. بعد دخول داعش حصل نوع من الإخلال ببنود الاتفاقية أو وجود لقوات يجب أن تخضع إلى التفاوض مجددا. فربما يفتح حوار مع السيد المالكي بوصفه قائد التفاوض بين في المشروع السياسي في العراق بين الولايات المتحدة وبين العراق. طيب وهذه قضية يعني لا ننفيها لأنه هي ليس فيها من السلبية ما يعطي لا أبدا يعطينا حق يعني النفي. طيب دكتور أحمد الشريفي بما أنه تفاوض بما أنه حكيت بالسياسة أنا ما أردت يعني أسألك سياسة بما أنه حكيت سياسة خليني أسأل سياسة يعني هل من الممكن أن يكون ما دار في الإعلام خلال الأيام الأخيرة من اتصال فريق بايدن بالمالكي أو اتصال السيد المالكي بفريق بايدن جس نبض أمريكي أو حتى عراقي للرأي العام العراقي تحديدا بمقبولية السيد المالكي بتسنم ولاية ثالثة؟ بالحقيقة لا تتعلق بالولاية الثالثة بقدر ما هي تتعلق بماراثون لحوار جديد بين الولايات المتحدة وبين العراق. وكما قلنا أن تراكم الخبرة التي يمتلكها المالكي بوصفه من أدار الحوار بين الولايات المتحدة وبين العراق طيلة 3 سنوات سيكون هو الشخصية المؤهلة. لكن الحوار دكتور أحمد يحتاج إلى منصب كمستشارين. الحوار يحتاج إلى منصب. ما هو منصب السيد المالكي كي يتحاور على بقاء أو إجلاء القوات الأمريكية من عدمه؟ لا بأس من منح التفويض من البرلمان ومن الحكومة كما قلت بوصفه قائد رأي وبوصفه كان رئيسا للوزراء طيلة 8 سنوات ثم كان في ذات الوقت قائدا للقوات قائد عام للقوات المسلحة وهو الأقرب حتى إلى فترة الجلاء الأمريكي وما حصل من تبادل بالأدوار. فإذا نحن أعتقد أنه الشخصية اللي
تركز عليها الولايات المتحدة في المرحلة القادمة لإدارة حوار، إن حصل الحوار وهو سيحصل واقع حال، لأنه يجب أن نجري تسوية سياسية وأمنية وعسكرية لوجود قوات التحالف الدولي. ففي تقديري أنه الشخصية المؤهلة هو السيد المالكي بحكم تراكم الخبرة والعلاقة التي جرت أبان فترة إبرام اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية. طيب نقطة مهمة جدا نروح بها للشيخ حيدر اللامي. شيخ حيدر اللامي، حتى لا تقول بس السيد المالكي، لا، بايدن صديق الأغلب السياسيين العراقيين، وما شاء الله شفنا الصور بأيام فوزا انتشرت صور أغلب السياسيين العراقيين مع الرئيس بايدن. لكن ماذا لو دعم الرئيس بايدن السيد المالكي لحصوله على ولاية ثالثة؟ بالبداية تسمح لي أرد على ضيفك من أمريكا لأن ذكر مغالطات يعني موجودة، يعني قد يكون بعيد. عوض ضيفي، عوض ضيفي شيخ حيدر، هذا ترويج للسيد المالكي ببلاش، هذا بعد كم يوم، بعد كم يوم اقتراب دولة القانون ما ممكن أن نسكت عنها، يدفعون يعني على فلوس. هل إنه بايدن ترويج لك ببلاش؟ لم يخطئ في العراق وهو أساء لكل العراقيين؟ طيب. قصف المطار، قصف في كربلاء، قصف للقوات، قتل شخصيات، هذا كله صار بالعراق، هدر أموال عراقية. العراق كثير الأمور تأذى من عندها بسياسة ترامب. ثانيا ترامب اليوم بايدن، كيف من الممكن لأي عراقي أو أمريكي أو مطلع بالعملية السياسية يقول أن السياسة الأمريكية الرئيس ليس له دخل فيها أو لا يغيرها؟ وجدنا كلينتون، ووجدنا بوش، ووجدنا ترامب، ووجدنا أوباما. هؤلاء عشنا بتلك الفترة، كل شخصية كانت أمريكا تدار البوصلة بجهة معينة. اليوم فريق ترامب، اليوم فريق بايدن يتكلم على فتح ملفات حقوق وسوف يتعامل مع ترامب وبايدن. دعوف لترامب وبايدن وجاوبني على الولايه الثالثه تفور. شيخ حيدر، دعوف لترامب وبايدن وتعال جاوبني على الولايه الثالثه للسيد المالكي. سؤالي واضح، نحن اذا 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 اختارنا الشعب العراقي سوف نذهب الى ولايه ثالثه. السيد المالكي اذا كان حتى لو كان بدعم امريكي. نعم، حتى لو كان بدعم امريكي. احنا ما عندنا دعم امريكا. احنا سياستنا، احنا بالنسبه ان امريكا اساءت الى العراق اساءه تامه من خلال الاحتلال، من خلال قصف، من خلال اساءات كثيره بالعراق منذ الاحتلال الامريكي. الامريكان لم يبنوا مدرسه ولا جامع ولا جامعه ولا مسبح ولا مسرح ولا سينما ولا اي شيء غير القواعد التي انتهكت حقوق العراق، وكذلك انتهاك واذيه الجار العراق. امريكا ليش العراق. فنحن لا نتعامل مع أمريكا من هذا الإطار. شيخ حيدر، الشعب العراقي إن اختارنا. ليش أمريكا تبني؟ ليش أمريكا تبني؟ مال مالك 8 سنوات رئيس وزراء ما بنى هو. ليش بناء موجود بناء العراق؟ كثير من الأمور بنيت في العراق، لكن الإعلام الخليجي والإعلام الإسرائيلي المضلل هو الذي منع هذا الأمر، وإلا كثير من الأمور التي موجودة بالعراق بنيت في زمن السيد المالكي. طيب خلونا نرجع للسيد إشلي أنصارة. سيد إشلي أنصارة، يعني بانزعاجك ودفاعك المستميت على ترامب، هنا خليني أسأل، هو لماذا دائما إدارة الرئيس ترامب تنظر إلى العراق على أنه شريك غير موثوق به؟ لماذا؟ السيد العزيز، أنا طبعا بحترم السادة الموجودين معايا في الحلقة وأنا بتعلم منهم أيضا بلا شك. طيب. إنما أنا ليس أدافع مستميتا عن ترامب على الإطلاق. أنا شخصية معروفة في الولايات المتحدة وفي الشرق الأوسط، ولو تروح ليوتيوب طيب تشوف حوالي كل ماي انترفيوز إن ذا لاست 4 أسابيع تجدني أنا من ضمن الحزب الجمهوري الذي أدان ترامب. طيب. فليس أدافع عنه لأن أنت لا تعرف الحقيقة. إنما الموضوع الآخر هو موضوع بايدن. يعني أنا بحاول لا سيد إشلي أنصارة، لو سمحت لي، يعني ما الحقيقة التي لا أعرفها أنا أولا،
واثنين أجب على سؤالي، سؤالي واضح، لماذا كانت تعتبر إدارة ترامب الرئيس ترامب أنه العراق شريك غير موثوق به؟ سؤالك على الإطلاق، فأنت حضرتك إما هتسمع إلي أو أخرج من هذه الحلقة. لا أجب على سؤالي، أجب على أسئلتي يا سيد العزيز. أنا أكرر مرة أخرى، أنا ليس موجود لهذه الحلقة لأن أنا أقبض فلوس منكم. أنا موجود في هذه الحلقة حتى أن لكي تجيب على الأسئلة وأتعلم منكم. لماذا تنزعج؟ من التشاور ما بين الحزب الجمهوري وما بين العراق والليدر بتوع العراق. حضرتكم بتمثلوا السيادة الوطنية للعراق. طيب وأنا أحترمكم، إنما وأنت أيضا ضيف محترم، لماذا تنزعج سيد إيشلي؟ لماذا تنزعج؟ يعني السؤال طبيعي جدا. السيد العزيز، في أمريكا لا نقول هذا الكلام على الإطلاق، لا تقول لضيفك أنت منزعج، هذه كلمة. لا أنا سألت لماذا تنزعج، وكلمة غير لائقة لأي برنامج تلفزيوني. لا أنت منزعج الآن، أنت منزعج الآن، أنت منزعج، منزعج تماما. لا تقولها خالد، تقولها يعني أصدقائك وأقاربك وخلافه، إنما طب لا أنت منزعج تماما، يعني ما تضير بذلك. إيش لي صار أنت منزعج؟ هي الكلمة عربية ولا ضرر بها ولا مساس لكرامة أي شخص بها، ما ضرر بها يا سيد العزيز. رجل عنده خبرة سياسية عميقة جدا أكثر من 45 سنة. طيب رجل يفهم السياسة والاستراتيجية الأمريكية. الرئيس بايدن بالمستشارين بتوعه هم تقريبا نفس المستشارين في الفلسفة وفي السياسة والأيديولوجي بتاع مستر أوباما، وبالتالي الفلسفة الأوبامية هتبقى موجودة أيضا مع بايدن. طيب. وهذا يتلخص في كلمتين. أمريكا لابد أن هي تترك الشرق الأوسط. لا يوجد لنا استراتيجية أو تأثير على منطقة الشرق الأوسط. نجعل شعوب الشرق الأوسط وحكام الشرق الأوسط ديمقراطية أو ديكتاتورية أو ملكية أو دينية هم الذين يتصرفوا في الشرق الأوسط. طيب نحن لا نريد الغاز من الشرق الأوسط، لا نريد البترول من الشرق الأوسط، لا نريد محصولات زراعية أو إنتاج صناعي من الشرق الأوسط، لا يفيدون على الإطلاق. وهذا القرار اتخذناه يعني تقريبا مدة طويلة. إنما المشكلة إزاي؟ المشكلة إن الشرق الأوسط له عناصر موجودة في أمريكا. إحنا نمثل حوالي 6 مليون عربي ومسلم في الولايات المتحدة الأمريكية، لنا تأثير، بنقعد مع الكونجرسمان والسيناتور وخلافه. احنا نريد ان نرى الشرق الاوسط فيها جدير من الديمقراطيه، الشعب يرتفع، مستوى المعيشه في تحسن، في الادوكيشن في تحسن، في الهيلث كير في تحسن، في الومن امباورمنت، في التشيلدرن، في الابيوز. الشرق الاوسط بالنسبه لنا بؤره كبيره جدا من الفساد والكوربشن والرشاوي. يعني انا سوري لما انت تبص، او انا صريح معاك، أنا مش بدافع عن حد، أنا بقول لك رأيي الخاص بخبرتي. طيب أنا أعتقد أن الطريق الوحيدة للعراق، وأنا أحب شعب العراق وأحب العراق وأعدت في العراق مدة، أنه الشعب العراقي هو الذي لابد أن يتحكم في مصيره، ولا يجعل على الإطلاق قوة أجنبية خارجية تتحكم فيه. طيب ولابد يحصل فيه سيد إيشلي لو سمحت لي، يعني معذرة عن المقاطعة، والسياسة منقسمة. طيب في ميليشيا شعبية وفي مرجعية وفي نماغزة يعني تجمعات دينية مختلفة وبوليتيكال افليشن مختلف، لابد ان كل هذه يحصل ائتلاف وطني عشان تتحد. طيب واضح جدا، شكرا لك سيد إيشلي. لو سمحت لي اليمنيين ولا الليبيين طيب ولا الفلسطينيين. طيب يعني انا واضح جدا، دعني انتقل الى الى الدكتور احمد الشريفي. سيد إيشلي، سيد إيشلي شكرا لك، ابقى معي، دعني انتقل للدكتور احمد الشريفي. دكتور احمد، الى اي مدى تعتقد انه بايدن سيكون داعم لصقور السياسه بالعراق وسيكون داعم لهم للوصول الى سده الحكم؟ قطعا الولايات المتحدة ماضية باتجاه تفعيل التحالف الاستراتيجي، وبالمناسبة التسوية الدولية التي تمت بين روسيا وبين الولايات المتحدة حددت أشبه بخارطة لمناطق النفوذ،
وبموجب هذه الخارطة عد العراق حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، فالولايات المتحدة قد تغادر عسكريا ولكنها تركز على إبقاء حلفاء لها لا يتقاطعون على أقل تقدير، لم نقل ينفذوا علاقة المصالح المتبادلة، فلن يتقاطعوا مع الولايات المتحدة. ولا ننسى أن ترامب هو المنظر، وهذه طبعا أيضا تنظير الدولة العميقة وليس ترامب، في استراتيجية الاحتواء، واستراتيجية الاحتواء موجهة إلى الصين وإلى إيران إقليميا كانت، ولذلك كان يتسم بشيء من الحدية تجاه إيران. ثم لا ننسى أن منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة تمثل أمن الطاقة وأمن الحلفاء، أمن إسرائيل، أمن الدول الحليفة، أمن الطاقة. كيف تنظر الولايات المتحدة بسطحية لمنطقة الشرق الأوسط وهي وفق مبدأ كارتر جاءت بقوات تدخل سريع في عام 1979 وتحدثت عن أنه منطقة الشرق الأوسط مجالا حيويا يمثل أمن الطاقة وأمن الحلفاء، وهي ستمارس نشاطا عسكريا إن اضطرت للدفاع عن مصالحها العليا في هذه المنطقة. فإذا مسألة إبعاد الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط مسألة تحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما أنه صفقة القرن لم تكتمل واستراتيجية الردع النووي إلى الآن لم ترتب ملفاتها، وهي جزء كما قلنا جزء لا يتجزأ من فاعل مهم طيب. وحيوي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. طيب دكتور أحمد، بدأت بالجواب على أنه الانسحاب الأمريكي لا محال سيكون، لكن في حال انسحاب الولايات المتحدة من العراق سيكون هنالك فراغ، لكن الفراغ مو شرط دكتور أحمد أن يملأ مثلا من إيران وحلفائها داخل العراق، هنا راح نواجه مشكلة أكبر. لا، سيملأ بتوافق وطني، يعني احنا كما قلنا هناك تسوية دولية ستمهد لتسوية إقليمية، وبالمناسبة المبادرة القطرية ليست بعيدة عن مجريات الأحداث. قطر بعد تصالحها مع مصر ومع السعودية ستذهب باتجاه مبادرة إقليمية لتحقيق أمن إقليمي يتناسب التوافق الإقليمي مع التسوية الدولية، وهذا سينعكس إيجابيا في إيجاد عامل مشترك يوحد العراقيين في مشروع واحد، وسيؤمنون بثابت واحد والثابت الوطني، وأن ذاك بالحقيقة سنسير باتجاه المسار الصحيح، ولكن مشروطا في أن يمتلك العراق فريقا مفاوضا لمعالجة مسألة وجود التحالف الدولي وعديد القوات الأمريكية في العراق. طيب شيخ حيدر اللامي، وعدتك أنه أثبت لك أنه خطاب السيد المالكي الأخير والانتقاد به حلفاء إيران بالعراق يكشف طبيعة هذا التقارب، ويكشف حقيقة هذه التسريبات اللي صار لها أسبوع أو أكثر. لا عفوا، إذا تسمح لي بس أرد على الأخ من أمريكا لأن ذكر قضايا والله ما أقدر أعوفها. الأول أن قضية الرشاوة والفساد أول من أتى به أمريكا إلى العراق، وتذكر قارنا هو كان يتحدث عن الشرق الأوسط مو بس العراق، الأولى كان يتحدث عن الشرق الأوسط، سرق 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 70 مليون دولار، وكذلك الحاكم المدني برامر سرق ما سرق وهذا ما أثبتت التحقيقات، وغيره وغيره من سرقة أموال العراق وآثار العراق التي قاموا بها أمريكان. ثانيا الأمريكان متى أعطوا للعراق حرية في اختيار أمورهم ودورهم وشخصياتهم في حتى يقرر العراقيين أن يأخذون دورهم بشكل حقيقي؟ ألم يكن السفير الأمريكي قد بات ليلته كلها في ليلة الانتخابات من عام 18؟ هل ينسى العراقيين ذلك الموقف؟ متى أمريكا تركت العراقيين أن يكون لهم الخيار؟ متى أمريكا تركت عراقي واحد أن يصرح بأمره غير أن يدخلوا علينا القاعدة والزرقاوي وكذلك داعش؟ كلها أتت، وهذه هيلاري كلينتون في القرارات المصيرية تذكر ذلك. طيب. وكذلك ترامب ذكر أنه أوباما هو من أتى بالدواعش. يا سيدي الكريم، يا أخ أشلي، أنت تقول أن أنا سياسي وتتكلم معنا بفوقية عالية، تقول أنه هذا العراقيين، أنت لا تعلم شيء عن العراق إذا كنت تتكلم بهذه الطريقة. العراق الأمريكان حكموه بالنار والحديد. كم من الشباب العراقيين لمجرد اختلاف مع أمريكا من السنة والشيعة ملأوا بهم السجون. هل نسيت أبو غريب وما حصل في أبو غريب؟
هل نسيت ما حصل بساحة النسور؟ أمريكا متى ما أنت تتكلم كأنما ترامب لم يجعل دول متوحشة على العراق؟ أليس من جعل إسرائيل وتركيا تتوحش على العراق؟ الألم يجعل. طيب شيخ حيدر لا يجاوبني على سؤالي، سؤالي أهم على ناس، هذا طريقة كلام، سؤالي طريقة أهم، كلام مغلوطة، سؤالي أهم، جاوبني شيخ حيدر. إذا كنت سياسي وتقول نحن نريد أن نخرج من العراق فهذه أكذوبة، أنتم جاوبني على سؤالي شيخ حيدر لامي، تريدون أن تكذبوا على العراقيين وتعيشون داخل هذه الأكذوبة. طيب جاوبني على سؤالي، خطاب السيد المالكي الأخير اللي انتقد به محور أو معسكر إيران يكشف طبيعة التواصل مع فريق بايدن؟ متى أولا إذا كان هناك انتقاد فليس معناها أنه هناك أنه محابات لطرف آخر. قد يتكلم السيد المالكي في وجود قصور هنا وهناك، لكن لا على نحو الانتقاد، لا على نحو الانتقاد أو التقليل من الشأنية. هناك تبيان لكثير من الأمور، وأنت تعرف السيد المالكي له شأنية محترمة عند الجمهورية الإسلامية وعند أطراف كثيرة من العراق. طيب صحيح اختلف مع بعض الشخصيات الشيعية، هل حمل السيد المالكي، لكن لا يوجد هناك عداء. طيب هل حمل السيد المالكي رسالة شفوية من إيران إلى فريق بايدن؟ هذا الشيء لا أستطيع أن أثبته. تتعلق بالاتفاق النووي والعودة إلى طاولة الحوار. شوف أريد أحكي لك هذه القضية، ماذا لو يعني متابع بالأيام السابقة. لا هل من الممكن شيخ حيدر، هل من الممكن أن يلعب السيد المالكي هذا الدور؟ لا اسمح لي أريد أوضح لك في النقطة. فريق بايدن شنو عنده في قضية النووي؟ فريق بايدن وضع ثلاثة نقاط صعبة في العودة إلى الملف النووي، ثلاث نقاط صعبة، وهو قال إنه من الصعوبة العودة إلى الملف النووي. فلذلك بايدن من عقد الأمر. طيب هل من الممكن أن يأخذ السيد المالكي هذا الدور، دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ السيد المالكي شخصية محترمة ومقبولة من قبل الجمهورية الإسلامية وقيادة الجمهورية الإسلامية. إلي أنا هذا أنا أتكلم به، أنا اللي ناقله، إنه القيادة الجمهورية الإسلامية والسيد الخامنئي يعني أدام الله ظله الوارف قال اخذوا كلام السيد المالكي ولا تحيدوا عنه. اتخذوا كلام السيد المالكي ولا تحيدوا عنه، يعني إنه السيد المالكي شخصية محترمة من أعلى القيادات الإسلامية، وهو رجل إسلامي ومعروف باعتداله، وإلى الآن هو يريد أن تكون هناك إعادة هيبة العراق، الدعوة إلى انتخابات مبكرة من أجل خروج العراق من هذه الأزمات. نحن لا نعول على أمريكا ولا نعول على أحد آخر، نعول على الشعب العراقي في الخروج من هذه الأزمة. طيب شيخ حيدر وقت ما عندي، أن يتوحدوا للخروج من هذه الأزمة. طيب خلينا نروح للسيد إشلي أنصارة. سيد إشلي، يعني العراق الذي دعا إلى تقسيمه السيد بايدن هو يختلف اليوم عن العراق الذي دعا بوقته، وهو السيد بايدن هو جزء من إدارة أوباما المتهمة بتسليم العراق إلى إيران على طبق من ذهب. من هنا ينطلق عدم تفاؤل العراقيين بالإدارة الأمريكية الجديدة. أعتقد أن دي فرصة ذهبية للشعب العراقي والحكومة العراقية، كما ذكرت أنه يحصل فيه ائتلاف وطني. يعني لا تنتظر الكثير من حكومة بايدن أو من حكومة ترامب أو أي حكومة أمريكية على الإطلاق. أعتقد ده تفاؤل كاذب، إنما التفاؤل المضبوط هو أن يكون هناك وحدة وطنية قوية وتتخذ إجراءات لتصليح الوضع الاقتصادي. الوضع الاقتصادي العراقي يعني هو ده المشكلة، وليست أمريكا هي المشكلة. إحنا العراق مر بمراحل صعبة جدا، مراحل أثرت على التركيبة الداخلية للعراق. الرئيس بايدن يعني عنده استراتيجية مختلفة، لأن المشاكل بتاعته متعددة وبعيدة عن العراق على الإطلاق. طيب العراق لا تمثل أي مشكلة صعبة أو بمعنى آخر. طيب سيد إشلي لو سمحت لي، تجاه الرئيس بايدن على الإطلاق. طيب
سيد إشلي والدكتور أحمد الشريفي وأيضا الشيخ حيدر اللامي، خلونا نروح نشوف شلون تفاعل الشارع والمواطن العراقي مع استطاع حلقتنا لهذا اليوم. سألنا الشارع والمواطن العراقي أنه برأيك هل ستتمكن إدارة الرئيس بايدن من معالجة أخطاء ترامب في العراق؟ النتائج كانت كالتالي. الدكتور أحمد الشريفي أبدأ معاك، 66% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم، يعني متفائلين بالإدارة الأمريكية الجديدة، تعليقك بإيجاز إذا سمحت لي. بالحقيقة هذا يقترن بالإرادة العراقية وما ستنتج من انتخابات ومستوى النموذج السياسي الذي سيتصدى إلى إدارة الأزمة في العراق. فإذا وفقنا في الانتخابات في أن نضع إرادتنا السياسية بأيدي أمينة، أنا ذاك سنتحدث بتفاؤل كبير جدا، والعراق واعد بما يمتلكه من ثروات بشرية وثروات مادية. بالضبط. شيخ حيدر اللامي، تفاؤل الشارع العراقي ذات التفاؤل السياسي المفرط ببايدن وإدارته الجديدة، 66% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون نعم سيتمكن بايدن وإدارته من معالجة أخطاء ترامب في العراق، تعليقك بإيجاز شيخ حيدر. ترامب، يعني حتى السيد الإمام الخامنئي قال إنه أمريكا تستحق رئيس أفضل من هذا الرئيس. ترامب أساء إلى العراق وأساء إلى أمريكا قبل العراق. أي شخصية أخرى تأتي غير ترامب هي أفضل من ترامب للعراق والمنطقة والعالم. العالم أصبح أسوأ بوجود ترامب، واليوم العالم أفضل بعدم وجود ترامب. ترامب أهوج أرعن وهو أساء إلى أمريكا. طيب، وإلى الجمهوريين عامة. طيب سيد إشلي أنصارة، 66% أو 34% من المشاركين بهذا الاستطلاع يقولون لا، لن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد بايدن من معالجة أخطاء الرئيس الأمريكي السابق ترامب في العراق، بإيجاز لو سمحت. الإيجاز بصراحة تامة هو أن الأيديولوجيا الإيرانية والأيديولوجيا الأمريكية الغربية لا يمكن أن يكونوا مع بعض في بوتقة واحدة. في صراع كبير جدا ما بين الاثنين، وهذا الصراع يعني تسميه بأي اسم، إنما الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، يعني الحكومة الأمريكية تمثل الشعب الأمريكي. طيب، دي انتخابات يتم انتخاب الرئيس وخلافه. أشكرك. الجواب هو لا أعتقد أن هيكون في سلام ما بين إيران وما بين الغرب لمدة كبيرة جدا. طيب أنا أشكرك للدكتور إشلي أنصار عضو الحزب الجمهور الأمريكي، شكرا دكتور إشلي. أيضا مشاهدينا الشكر موصول إلى الشيخ حيدر اللامي عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا لك شيخ حيدر. وأيضا مشاهدينا الشكر موصول إلى الدكتور أحمد الشريف الخبير الأمني والاستراتيجي، شكرا لك دكتور أحمد. شكرا لكم، حياكم الله. شكرا للضيوف الكرام. اللي يقول لكم ما قدرت أبني وأسوي بنى تحتية بسبب الإرهاب والتحديات الأمنية، قولوا له أرجع للتجربة المصرية اللي واجهت نفس التحديات الأمنية والإرهاب وشوف إنجازاتها وشلون بسنة واحدة قدروا يحفرون قناة جديدة بقد قناة السويس تدور عليهم مليارات الدولارات سنويا، وشوف الطرق الجديدة اللي سوتها واللي ناهزت 5000 كيلومتر مربع. مصر بهاي التحديات الأمنية استطاعت تجديد 500 كيلومتر من السكك الحديدية، واشترت 24 قطار من الخط الأول والثاني، وقدرت تبني 7 موانئ وخمس جامعات حكومية وخمس مطارات، وشيدت 20 مدينة جديدة و11 منطقة صناعية، واستصلحت 326 ألف فدان زراعي، وبنت 24 مستشفى، وأنجزت 28 محطة إنتاج طاقة كهربائية تجهزها ب 25 ألف ميجاوات، وافتتحت أكبر 3 محطات كهرباء بالعالم، ونفذت 236 ألف مشروع مي صالح للشرب، و609 مشروع صرف صحي، و150 ألف وحدة سكنية واطئة الكلفة للفقراء والأيتام وذوي الدخل المحدود. كل هاي المشاريع بست سنوات بس وبمبالغ إجمالية ما تتعدى 10% من الميزانيات اللي صرفناها من 2003 لحد هذه اللحظة، وإحنا لهسة كهرباتنا تجي ساعة واحدة باليوم. شكرا لكم مشاهدينا، نشوفكم باكر إن شاء الله.